قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الحاكم وابن حبان بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يكتب للعبد الدرجة والمنزلة في الجنة. ربنا كتب لعبد معين إنه يكون مثلا من أهل الفردوس، يا رب اجعلنا وإياكم من أهل الفردوس. فالعبد أعماله ما توصلش حتى يعني يدوب وراء باب الجنة، يعني ما تدخلوش لفردوس ولا، فلا يزال الله يبتلي. فبالك إن الله لا يكتب للعبد الدرجة والمنزلة في الجنة فلا يبلغ العبد بعمله، فلا يزال الله يبتلي استمراره هو ويرزقه الصبر والرضا. الله، يعني انه ممكن يبتلي فيتسخط فياخد المصيبة التي ابتلي بها وياخد معها ايه الذنب، قالك لا، ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه اياها، حتى تفيد الوصول لحاجة، خلاص وصلنا خلص الموضوع. بإذن هذا الانسان لما ربنا اكرمه ووصل للدرجة دي خلاص رفع البلاء، خلاص لانه وصل لهذه الدرجة. تعال نشوف صور حلوة كده من اناس احسنوا الظن بالله سبحانه وتعالى. سيدنا ابو بكر الصديق، حديث في البخاري ومسلم، ان النبي كان جالس في يوم من الايام مع الصحابه فبيقول من انفق زوجين في سبيل الله دعي من ابواب الجنه الثمانيه، فمن كان من اهل الصلاه دعي من باب الصلاه، ومن كان من اهل الزكاه دعي من باب الزكاه، ومن كان من اهل الصيام دعي من باب الريان. قال ابو بكر الصديق فهل يدعى احد من ابواب الجنه الثمانيه يا رسول الله؟ يعني ابو بكر معروف ان هو من العشره المبشرين بالجنه، بل هو اول العشره المبشرين بالجنه، والثاني اثنين وربنا راضي عنه ووعده في القرآن وقال له ولا سوف ترضى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولا سوف يرضى. فالكلام ده كان عن أبي بكر، ومن كان على شاكلة أبي بكر حينما أعتق بلالا رضي الله عنهم جميعا. شاهد في موضوع إن سبحان الملك، فأبو بكر بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له حد بقى، يعني كل واحد يخش من باب الزكاة من باب الصدقة من باب كذا، في حد هيدعى بقى من أبواب الجنة الثمانية؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أجل وأرجو أن تكون هو يا أبا بكر، وفي رواية قال أجل وأنت هو يا أبا بكر. الله، يبقى إذن سيدنا أبو بكر كان يرجو، كان يحسن الظن بالله أن يكون من الذين سيدخلون الجنة من أبواب الجنة الثمانية.